ساسو، عايز ورق 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 ورق. اتفضل. انا عدنان ساسو، مش فاضي مش فاضي. تحت امرك يا فندم. عاوز سبت، سبت كبير كبير بسرعه. العنوان يا فندم؟ 36 شارع خيمينيزو. خيمينيزو؟ خيمينيزو؟ ايوه. ده فين يا فندم؟ في البرازيل. نعم البرازيل. والسبت يوصل الليله. متاسفه قوي يا فندم، مش ممكن. ليه؟ اصل البرازيل برضو مشوار، والعجل عندنا مكسوره. نصعب المحل. انا يا فندم. حضرتك ايوه فتح المحل ليه؟ الله، ما تقفليه. ليه؟ اقفليه احسن. فتح الله. ليه؟ اقفليه اقفليه اقفليه. اتفضلي. هي البرازيل دي بعيده؟ ايوه والله لو منك يا ست هاني كنت خدته على قد عقله قلت له ماشي يبعت لك الورد على البرازيل. يا مصيبتي يا مصيبتي. مالك؟ الله، يعني حضرتك عايز تكذب على الراجل؟ مش احسن ما نضيع الزبون؟ يا خيبتك يا خيبتك. بره كذاب مرفوض. الله، بره. اخرج بسرعه، اصلا ما تحبش الكذب ولا الكذابين. اخرج لاجلها عصبي. اخرج. الو. ايوه يا فندم، بس الدكتور في اوضه الكشف. ارجوكي عايزاه ضروري، قولي له داليا. حاضر. انتوا ايه ما بتخلصوش؟ وايه مصير حبنا ده يا حسن؟ حبنا حبنا حب جميل، حبنا حلم جميل. الله على حبنا، الله على ده حلم. الله. عايز اعرف اخرته ايه يا روحي؟ الحب ملوش اخر يا حياتي، ملوش اخر. ازاي؟ انا اعرف ان كل حب اخرته عشق جميل. مظبوط يا روحي، بس انا قلت لك من اول يوم ان انا متجوز، اعمل ايه بس؟ وجايه ايه؟ افرض انك متجوز. ازاي؟ ما دام انت لسه مع مياتك تبقى غاوي جواز، وما دام غاوي جواز تقدر تتجوز كمان ميه. كمان ميه؟ انا مش غاوي الجواز للدرجه دي. ممكن اعرف مصير حبنا ايه؟ ما انت عارفه الشبكه المهببه اللي انا فيها. انا متجوز على عيني. طب ليه خليتني احبك يا غداي؟ الله، انت غداي غداي. فاطمة، دي شؤوني الشخصية. متأسفة. ما أنا لازم أعمل كده عشان ما يتزوجوش فيا. شؤونك الشخصية. داليا على التليفون. داليا؟ قدامك دقيقة واحدة علشان تكلمها، وبعدين هدخل مدام فتحي. طيب. يا ست هاني قلت لك مرفوض. يا سيدي اخرج بقى، اخرج. بقول مرفوض مرفوض. أنا مرفوض يا روحي؟ مش أنت روحي برضه ولا النمرة غلط؟ داليا، مالك يا حبيبتي؟ دي برضه عملة تعملها يا حسني؟ عاملة؟ عملت ايه؟ تبعت لي امبارح واحد اشتغل في المحل وبعد كده يطلع يطلع. يا ريته كان حرام يا حسني، يا ريت. طلع كذاب يا حسني، كذاب. طلع كذاب؟ طب والله ما كنت عارف انه كذاب. انما تاكدي تاكدي يا روحي، ما دام طلع كذاب لازم هيروح النار. بحبك يا غرام. يا داليا، لو تعرفي قد ايه بحبك. بعبودك يا داليا. ايه؟ فات الميعاد. لحظة واحدة، عايز ايه يا فاطمة؟ فات الميعاد. ايه؟ فات الميعاد. انت هتغني ولا ايه؟ فات الميعاد. ميعاد ايه اللي فات؟ ميعاد المكالمة، بقى لك ثلاث دقايق. ايوه يا روحي، من ساعة ما شفتك، شفت أمل حياتي يا أمويا. ايه ده يا أستاذ؟ يا حلوة يا حلوة أنت يا حلوة يا أمورة. أنت فاكر نفسك فين هنا؟ النعمة بوسة. طبعا يا داليا، ما انت عارفه يا روحي. فات الميعاد. ميعاد اللي فات يا روحي؟ مش بتقولي فات الميعاد؟ انا جاي، قصدي جاي لك الليله يا روحي البيت. نفسي اكل ام علي من ايدك الحلوه. مع السلامه يا روحي. مع السلامه عني. فات الميعاد. مع السلامه يا روحي. دخلي مدام فتحي. مش ممكن. اتوسل. ابعد عني عشان خاطري يا قوحي. مش ممكن يا قوحي. انت ايه جننت ليه يا حسني؟ وفيها ايه لما تراعيني؟ ده احنا حبايب. اتفضل يا دكتور، ده زودها قوي. الحاجات دي ما تحصلش في عيادتي، فاهم؟ الله، انا عايز يدخل عندك من غير ما يحجز معاك. هو ده السبب؟ طبعا، في حاجه في العياده اسمها نظام. يا عزيزتي، انا طول عمري بحترم نظام العياده، انما النهارده المساله مستعجله شويه، ارجوك. معلش،
روح انت يا فاطمة، أنا هعتذر لمدام فتحي. إيه ده؟ حشو دروسي وقع كله يا دكتور، أرجوك ترجعهم لي مطرحهم. وإيد مين بقى الخفيفة دي اللي نزلت الحشو ده كله؟ يا سلام يا حسني، دي إيد يا أوحي عليها يا أوحي. يا راجل بطل تلقح جدتك على الستات، الله يخيبك. أنا بلقح جدتي ولا هما دي؟ إيه ده؟ ما ينفعوش، تيجي بكرة قبل ما تمشي تاخد معاك الكومندان. كومندان؟ الكومندان فاطمة، مش عاوز دوشة فاهم؟ أوه ها. اشتريت ايه؟ مش قلت لك عيد ميلاد ابن اخوك بكره؟ يوه نسيت. وهتنسى بكره؟ خلاص اشتريها انت وخلصيني. طب ما تنساش تفوت على الترزي، عندك بروفا. يوه بروفا وترزي وابن اخويا، انا مش فاضي الحاجات دي. الترزي بقى له اسبوع بيتكلم في التليفون. تحب اروح اعمل بروفا بدالك؟ خلاص ابي فكريني بكره. فقط اذا كان اي زبون وزعي عندي ميعاد مهم. Bonsoir, signorina. Bonsoir. La clinica del dottore Usni? Usni? Sì, sì, Usni. Capisci l'italiano? Italiano? Non italiano. Io sono Tina Martinelli. Io voglio il dottore Usni. Usni? آه دكتور حسني. انتي ماما؟ نو سينيورينا، ايو الدكتور حسني سيامو اميتشي اميتشي. روما كابري ديو كي بيلو كي بيلو. هو بقى دولي كمان. كومي كومي، اي والله ينفع كومي وجوكر كمان. تينوتشا تينا اموري ميو ميو حسني تزار. Amore mio, io ti adoro. Usni, no, no, Usni, ti prego. Un momento, tesoro mio, un momento. Fatma, انا قصدك في خدمة. اللي معايا دي واحدة سايحة. واضح. قابلتها في روما. هتطرف في الساحة النهاردة بالليل، أوريها الأماكن السياحية عشان هي مسافرة بكرة. أسني؟ سوبيتو، سوبيتو. من فضلك يا فاطمة، وأنتِ مروحة ابعتي لي بوكيه ورد في العنوان اللي أنا هديه لك ده. ومعاه جواب اعتذار طبعًا، زي العادة. طبعًا طبعًا، أنتِ فاهمة، لازم نكرم الضيف. خصوصًا أنت، ما يفوتكش واجب. ومومنتو أموري، ومومنتو، ومومنتو، ومومنتو. بالك من الشقة طول ما أنا مسافر وتأكل العصافير. تعرف لو ما أكلتش العصافير امسك 5 جنيه أهي تأكل بيهم العصافير، 75 قرش تأكل بيهم أنت يكفوك طبعا. 75 قرش يكفوني وزيادة يا أستاذ عمنا. كده يبقى كفاية عليك 50 قرش. تعرف لو كلت أكل العصافير؟ أستغفر الله، ده زي أولادي. مع السلامة يا أستاذ عمنا. الله يسلمك. أنت فاهم اللي هياكل العصافير؟ باين عليك يا أهبل. حبيبتي الوحيدة في الكون، أعتذر عن حضور الليلة لمرض زوجتي. نامي نامي يا ملاكي، في أمان اللي رعاكي، لك حبي وقبولاتي. وكمان نشتري الورد من محل تاني. ألو
لو سمحت والله عايزة ابعت التلغراف ده. نمرتي 77-522 الدكتور حسني نور الدين 4 ميدان الزهور. داليا انتحرت، اسكنها الله فسيح جناته. نعم حياتك الباقي يا سيدي. شكرا فندم. الامضة سعيد. سعيد مبارك. حط السماء بس بسرعة. وحياتك حبيبي الوحيد حسني، انتحرت لأرتاح من العذاب، ومنذ 3 سنوات وأنا أحبك بلا أمل، لأنك زوج وأب لثلاثة أولاد. ألو. أيوة يا سيدي، أنا اللي بعت التلغراف. شكرا أوي. وداعا يا حبيبي وإلى اللقاء في الجنة داليا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى الجنة إلى الجنة. بشوف عاجبه فيها ايه. هي مين دي؟ واحده طليانيه جات له النهارده العياده
وهات يا بوس يقصني يقصني. وانت بقى كنت في الاوضه بتقلديها؟ لا ده انت بقت حالتك صعبه قوي يا فاطمه كده، تخلي العيال يضحكوا عليكي على اخر الزمن. اعمل ايه يا سميره؟ بحبك. واخره الحب ده ايه يا فاطمه؟ اسمعي كلامي يا حبيبتي، انا اختك الكبيره، السنين بتمر عليكي وانت عماله ترفضي عريس ورا عريس. ما اقدرش اتجوز يا سميره. ما كانش يوم ده اللي رحتي فيه تحشي درسك ولبتي جنبه عامله له ممرضه وسكرتيره. حبيبتي انت مش محتاجه الشغل، انت مبسوطه والحمد لله، ثم ان ده راجل عينه زايغه وايدك منه الارض. انا عارفه ان عمره ما هيحبني ولا هيحب غيري، لكن كفايه السعاده اللي بشعر بيها طول ما انا جنبه. ويمكن اللي بيسعدني اكتر انه ما يقدرش يستغنى عني. يا حبيبي علشان اشتاق لك، كل ما تبعد عني اشتاق لك اكتر واكتر واكتر. طب انا ممثل كويس اهو، ما انا ما بدنوش فرصه ليه؟ وانا ربنا مش هيتوب عليا ابدا من الطعميه والسجاير الفرد. ابعد عنك ازاي وانت معايا على طول جوه قلبي جوه قلبي جوه قلبي؟ علشان اشتاق لك، كل ما تبعد عني اشتاق لك اكتر واكتر واكتر. ابعد عنك ازاي وانت معايا على طول جوه قلبي جوه قلبي جوه قلبي؟ انت اللي بتحب فوق، عايزين ننام نمت على الحيطه. انا مش بحب، انا ممثل فنان، انا بحلق، انا فوق فوق. مال البلوى دي؟ لو حد طب دلوقتي يقول انا اللي قتلتها واتدبس فيها. يا مدموزيل مدموزيل، يا ابله، يا اختي، يا حاجه، يا اسعاف. التليفون التليفون يا مدموزيل، فين التليفون؟ التليفون فين؟ الو الاسعاف؟ ايوه. الو الاسعاف، اديني الدكتور النوباتشي بسرعه. ايوه دواء النقط ده مهم جدا، وبكره تاخد عصير فواكه واستحسن تفضل جنبها علشان تلاحظها. اوي اوي، احنا ورانا ايه؟ حد يبقى عنده فرخه زي دي وانتحر؟ بدي تبان عليها قبلة. عن اذنك بقى، ما
مدموزيل، انا معاك على الخط. قصدي مين يا مدموزيل؟ الو يا مدموزيل، يا مدموزيل. انت بس قوم. انت مين؟ هو انت؟ ومالك واقفه كده ليه زي تمثال الحريه؟ كنت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي اكسرها على نفوخك. بقى مش عارفه كنت بعمل ايه هنا؟ مش مكسوفه تسالي السؤال ده؟ يا مصيبتي، هو انا فقدت؟ فقدت الفرخه دي بس، اطمني. يا مدموزيل، لولاي انا كان زمانهم دلوقتي بيصلوا عليك في جامع عمر مكرم. انا ليه؟ الظاهر انك فقدت الفرخه والذاكره. انت كنت هتموت امبارح من البوتاجاز. صحيح، افتكرت. لا يا شيخ، لكن حضرتك يعني قصدي هو حصل ايه بالظبط؟ قبل ما احكي لك استنى لما اجيب لك دواء نقط القمر بيه الدكتور. دكتور؟ امال ايه؟ ده دكتور واسعاف وجواب لحسني وحسني يا حسني حاسبي وعدوسني. حسني؟ ايوه، مسألة كلامت كلام خالص. كلامتي كلام؟ على الآخر بقى، خد الأول دواء النقط ده. لا ربنا يخليك، أنا ما بحبش الدواء. خدي بس وصلي على النبي. لا لا لا، ما بحبش الدواء. اتفضل يا أستاذ حمدي. متشكر أوي. أنسة فاطمة، أنا بتبشر جدا لما بشوفك الصبحين، على طول كده بيبقى نهاري بام. متشكر. أنسة فاطمة، أنا عندي صداع مزمن بيزيد عليا دايما بالليل. تقابلنيش الساعة 10 تديني الدين أسف. والله يخليك. اتفضل يا أستاذ. يا أوحي، صباح الخير يا أوحي. نعم. رضاك يعني؟ أنت جاي هنا ليه؟ جاي عشان عايز أدخل الدكتور. لكن أنت ما حجزتش معايا. أيوه، ما أنا صاحبه. ما هو الأستاذ حمدي صاحبه برضه، إنما بيحترم نظام العيادة. في حاجة اسمها نظام يا أستاذ. يا أوحي عليك وعلى نظامك يا أوحي. أنا برضه إمبارح بقى سهرت لك مع حتة أزأزة، إنما إيه؟ بوم. يا شباب، فاطمه اللي عندك دي يا راجل، في حد يظهر مع فاطمه كاتشر؟ والنبي يا دكتور، ما انت فاهم حاجه، دي فاطمه دي هي اللي بوم. يا روح قلبي على قبل كاتشر كده وهي مكلطمه. مع احترامي لذوقك البوم. ايوه، ارجوك تبعد عن فاطمه، مش عاوز ازعلينا. يا اخويا، بتدي فرصه لحد يقول لها حاجه؟ اطمن يا حبيبي، اطمن. ها، اشوفك في النادي بعد الظهر ان شاء الله. سلام. مع السلامه. كل ده عشان سحسني؟ اعمل ايه؟ حالتي النفسيه انهارت لما اعتذر. ما دام دايما بيعتذر يبقى ما بيحبكيش. لا، ده بيعتذر غصب عني. ليه؟ علشان الاستباحس. الاستباحس؟ ايوه، بيضطر يقعد جنب مراته لما يجي لها الدور. دور ايه؟ الاستباحس. ايه الاستباحس ده؟ انت ما تعرفوش؟ لا. ولا انا، لكن حسني هو اللي قال لي كده. الظاهر ان المساله تكلمت كلام خالص. وحسني ده بقى باين عليه مياس وكداب. حسني؟ ده اصدق راجل شفته في حياتي. استباحس؟ ايوه استباحس، بس يمكن انت جاهل في الطب. جايز. انت ماشي؟ لا يا ستي، رايح احصر لك الليمون ما دام الشغاله بتاعتك عيانه النهارده. متشكره قوي يا سامي. استباحس؟ لا مش ممكن، شوف لك طريقه مع الافندي ده، قول له يحترم نفسه. ايه ايه الحكايه؟ داخل من غير ميعاد. معلش المره دي معلش، حاجه والله عليك. العياده دي بقت فوضى خالص. ويا ريت على كده وبس، انا عامل لي روميو كمان. حلو حلو قوي. مش
خف سحرك شويه عن الستات. سنانك بقت قايله الصوت من ضرب الليلام. افتح. تلغراف. قولي قولي. يا اوحى يا اوحى. داليا انتحرت. ايه؟ اسكنها الله فسيح جناته. بالتليفون، لازم انزل حالا. الا والناس اللي في العياده. مش مهم، مش مهم. يا اوحى يا عقل. يا اوحى. يا اخويا بليه انت كمان. يا اوحى. يا اوحي. يا اوحى. مسكرة قوي. حسني ده بقى بان عليه في كلامتك كلام. انت لازم ترميه ورا ظهرك، ده انت لسه شباب زي الورد. عندك حق. انا برضو حاسه ان المساله بقت كلامتي كلام. انا بقى كان ممكن ارشح لك نفسي عشان تحبيني وتموتي فيا، انما انت صحيح انت انقذت حياتي وصحيح انت انسان طيب، لكن اسمح لي برضو انت صعلوك. مدموزيل داليا، اللي واقف قدامك ده الواجل الجديد سامح زكي اللي بيلعب دور البطوله مع سعاد حسني في فيلم امسك انفي من فضلك. بجد؟ ايوه، بعد الساعه 1 هكون في الاستوديو. خلينا عمال ابوس ابوس ابوس، انا زهقت من البوس. خليك مطرحك، انا هروح اشوف مين. خسارة داليا، الله يرحمها. حضرتك كريمة؟ لا، وداليا قاعدة جوه ما حصلش أي حاجة. إيه؟ داليا، إيه المقلب السخيف ده؟ مقلب إيه يا حسني؟ إيه التلغراف البايخ ده؟ آسفة أوي يا حسني، أنا نسيت إن أنا بعت لك تلغراف. لا يا شيخة. والله. بقى أسيب الزباين كلها مرمية في العيادة، بعد ما غلطت ضرب تليفونات. آه، أصل أنا رفعت سماعة التليفون بالليل، عشان ما كناش عايزين إزعاج. بالليل؟ مش عاوزين نزعق. الله 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 الله، مين الفندي ده؟ اقدم لك النجم السينمائي الكبير سامح زكي. اهلا اهلا حسني بيه، سعيد بيك جدا. ده نجم سينمائي؟ ايوه، امسك مناخيري من فضلك. انفي مال مناخيري؟ لا يا اخي، ده اسم الفيلم اللي هو بيقوم ببطولته. مناخيري ودني، دي حاجه ما تخصنيش. مين البافلة؟ استاذن انا بقى عشان عندي شغل في الاستوديو. زمان ناديه لطفي مستنياني على نار. أقول إيه للناس دلوقتي؟ نعم. هيك حاجة ناقصة. ما أعرفش يا شيخ، خليك قاعد لغاية الدكتور ما يجي يشيلها لك. هو حبيبي يا ها؟ حبيبي يا سمي. يا أوحى يا أوحى. طلعت أوحى. طب احلفلي بيه ان مراتي جالها دور امبارح. طرت على البيت طول الليل لقيتها بتقول لي حسني 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 حسني. اصل الدور كان ماسك لسانها امبارح. انت مش مصدقاني؟ مصدقاك يا حسني، مصدقاك من اول لحظه شفتك فيها وقلت لي انك متجوز وعندك 3 عيال. ساعتها حسيت انك انسان ما تعرفش تغش. الحمد لله. بس احنا لازم نسيب بعض. ايه؟ نسيب بعض؟ يعني ايه؟ يعني خلاص المسألة بقت تكلام تكلام على الآخر. تكي ايه؟ تكلام تكلام. هتقولي كمان ما تعرفش يعني ايه تكلام؟ مش مهم، انت عارفة الكلام اللي بتقوليه ده خطير جدا. ايه يعني نسيب بعض؟ يعني خلاص يا حسني، انا ما عدتش اقدر استحمل اكتر من كده. انت متجوز وعندك 3 عيال، وانا خلاص تعبت بقى من الحب اللي من غير امل ده. كده؟ ايوه. انت قلتيها بلسانك، يبقى انت ابتديتي تحبي الواد الجربوع اللي اسمه سامح، اكمنه نجم سينمائي. انا دي الحقيقة. نعم. بقول يعني حضرتك برضو مساعد مخرج قد الدنيا، وممكن تشوف لي ولو دور صغير، نفسي انطق ولو كلمتين صغيرين في اي فيلم. مش تحمد ربنا انك بتشتغل دوبلير وبتنضرب بدل بطل، عاوز تمثل كمان؟ حضر نفسك الشوط الجاي يا استاذ. ابراهيم فين؟ ابراهيم. حاضر استاذ. دور 32-1 اول مره. نفسي اعرف قلبك بيقول ايه. قلبي بيقول كلمة واحدة. ايه؟ تعالى اقولها لك في بوقك. قول. بتقول ايه؟ مش سامعة.
فين يا استاذ يوسف؟ انا لسه نجلاء لسه ليكي شغل. فين الدوبلير؟ ايوه استاذ توخي. عايزكم تضربوه ضرب طبيعي، ضرب واقعي، ضرب ضرب. اهلا يا توخي. اهلا يا توخي. نور. 33 واحد اول مره. اتفضل. ايه ده يا استاذ؟ مين قال لك هتبوس؟ استاذ يوسف شعبان كان بيبوس. استاذ يوسف شعبان يبوس لكن انت تنضرب بس، فاهم؟ اتفضل. اتفضل يا استاذ توخي. عيب يا تخلي، احنا اخوات. اخوات يا تخلي. ستوب. انا قلت عايز ضرب طبيعي، ضرب واقعي. ده بتسموه ضرب ده؟ كمان بره. وما تنساش تفوت على الترزي علشان تعمل بروفا. حاضر. واحب اقول لك ان صاحبك سعيد ده قليل الادب. فاطمه ارجوكي، انا متضايق ومش رايح حد يكلمني. متاسف. ومتضايق ليه ما دام لقيتها ما انتحرتش؟ انا متضايق عشان حاسس انها انتحرت عشاني انا. عبيطه. عبيطه ليه؟ لان اللي تنتحر علشانك لازم تبقى عبيطه. انت راجل لا بتاع حب ولا جواز. سعيد. 33 واحد 11 مرة. اتفضل. طخ طخ يا ماما، ما ننصحش يا طخ برضه. اخص اخص عليك يا طخ. تمام عليك طيب وامير، انما طخ زيد عيده 11 مرة عشان ما انتش عايز تنضرب ضرب طبيعي، ضرب واقعي. هنعيده تاني. اتفضل. لا يا فندم انا هحضر التاني. مفيش اي حاجة خالص، انا مفيش بس هو شوية حاجات يا فندم. فرصة صغيرة اتكلم. فرصاية واحدة. فرصاية واحدة. سامح. كويس قوي اني لقيتك، اصلا متضايق قوي مش عايز اقعد لوحدي، تعال اقعد معايا، تعال. عشيت؟ لا. اجيب لك حاجه تاكلها؟ اه. ايه ده؟ انت مش حاسس؟ ايه اللي بعجرك البعجره دي؟ بعجرني؟ ايوه، لما اروح اعمل لك كمادات ساقعه. لا لا لا، تعالي تعالي، قصدك عشان اللي في وشي ده يعني. اظن انت فاكره ان المساله كلام، واحد ضربني. لا، ضربك ازاي؟ ده شلفتك. لا ده انت فاهمه غلط. امال ايه ده؟ ده مكياج. ايه؟ اوه اتلخبط المكياج. غريبة. تخيلي بقى. لازم اقعد اربع خمس ايام بالشكل ده. ليه؟ الراجل الخواجة جوجو اللي عمل لي المكياج عمله لي من هنا ورحت كلام من هنا. يعني ايه؟ مات. يا حرام. الباقي في حياتك. نفسي اعيط عليه بس خايف لحس المكياج يتمسح. يا حبيبي يا خواجه جوجو بتاع المكياج. لا خلاص يا سامح، خلاص انسى الحكايه دي بقى، انساه. يا سلام، صحيح اللي ما يفهمش في السينما يقول ان ده ضرب. تخيلي بقى بنت دي هبله باين ولا ايه. المره دي بقى عامله لك صنف كوف ده جديد هيعجبك خالص،
دوق. ماليش نفس. انت مشتغل من بدري كلك لقمة. ماليش نفس، ماليش نفس. وبعدين وبعدين المسألة بيني وبين داليا بقت في كلام، في كلام. بقت ايه؟ في كلام. هي اللي بتقول كده. أنا عمري في حياتي ما واحدة صدتني بالشكل كده. تقفل في وشي أنا التليفون. رايحة فين يا فاطمة وسايباني رايس؟ والله بقى دي شؤونك الشخصية. ما عندكيش حل. ضروري عندك حل. دبريني يا فاطمة. أدبرك إزاي وأنا مش عارفة المشكلة؟ كدبت عليها. قلت لها اني متجوز. زي عوايدك. ايوه قالت لي انها تعبت من الحب اللي من غير امل، عشان كده انتحرت. انا عايزه تتجوزني. خلاص اتجوزها. اتجوزها ازاي؟ هي عارفه ان انا متجوز. معرفش بقى، اتصرف انت. تعرف يا سامح، متهيألي ان انا اعرفك من 20 سنة. 21. اصل انا طيب وابن حلال. غيرش بس بخت اللي زي الزفت. ليه بختك زي الزفت؟ واحد زيك هيبقى نجم الموسم وكل موسم. يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. المهم يا سامح، انا عايزك تساعدني لحد ما امر من الازمه دي. موافق؟ هتفضل جنبي يا سامح؟ طبعا هفضل جنبي. سامح قولي ايه؟ مش تقومي نام بقى. اهلا حسني بيه. منور. انت قد الحركه دي؟ ايوه. انا بقى مش قد. حسني ايه؟ سامح. لا معلش، حاجه بسيطه. واحد واخد على الحاجات دي من زمان. فين ايام الواحد بقى؟ مكان اللي شلفت خليتك كده يستاهل مكافاه. اصلك ما بتفهمش في السينما. اللي في وشه ده مكياج. مكياج قولي له اخرس. ثم ايه اللي عملته؟ وتضربه ازاي؟ وليه؟ اخرس! مش عارف مناشر! انا فتحت بقى اخرس! ايه اللي انت عملته ده؟ وبمناسبة ايه؟ بمناسبة الكلام اللي سمعته من بره، انا سمعت كل حاجة. الظاهر في حالة حب بينك وبينه. سامح! سامح يحبني ازاي وهو قرفان؟ قرفان؟ قرفان من ايه؟ من البوس. ما شاء الله. طبعا. ده كل يوم نازل بوس بوس بوس. وكمان بتقولي لي وانت محموق ليه؟ انت كنتش بتحب البطله؟ بطله ايه؟ امسك مناخيري من فضلك. امسك ايه؟ مناخيري. انت قصدك الفيلم هو بيبوس البطله؟ امال هيبوس مين؟ انا ما اسمحش ابدا انك تشك فيا، انت عارف كويس قوي ان انا مش كدابه. لا يا حسني، انت متجوز. اطلع مراتي. انا ما رضاش يسيب ست مسكين عندها استباحس. استباحس؟ طبعا من حياتي بقى الجحيم. احنا خلاص اتفقنا على الطلاق. يعني هي اللي طالبه الطلاق؟ طبعا. ومصممه؟ طبعا. وانت بتحبني؟ طبعا. عايز تتجوزني؟ طبعا. طب خلاص اشوف مراتك. طبعا. تشوفي مين؟ مراتك. اصل لازم اتاكد منها اني مش انا السبب في الطلاق عشان ضميري يبقى مرتاح. يا كده يا نفتري. لا نفتري ازاي؟ شوفي مراتك. طبعا طبعا. صحيح. Thank you.
اللي انا بقى اشترطت عليه اني لازم اقابل مراته. حاجه غريبه قوي. بقى ده مكياج. ده مكياج. انت لسه برضه مش مصدقاني؟ لا طبعا مصدقاك يا سامح. انت اصلا ما كدبتش عليا ابدا. المهم خلينا في حسن. انا سالت بقى واحد دكتور في حكايه الاستباحث دي، قال لي مفيش حاجه اسمها استباحث. ده يبقى دكتور جاهل، حسني ما يكذبش. طب ايه هي بقى اعراض الاستباحث ده؟ حسني بيقول لي ان لما بيجي لها الدور بتقعد طول الليل تصرخ وتعيط وتاكل اي حاجه قدامها. تصور يا سامح، دي مره كلت بوز اللحاف. اللهم احفظها. ومره ثانيه كلت كل اللي مشابك الغسيل. فكرتيني بالاكل. ايه انت جعان؟ انا عندي نص فرخه اجيبها لك. لا متشكر يا مسلم، تعال. طب اجيب لك حاجه تشربها؟ اشرب نص فرخه. طب ما تقول كده من الصبح يا اخي. صباح الخير يا فاطمه. الو، اهلا داليا، تحت امرك. يعني لا كلمتني ولا قلت لي عملت ايه مع مراتك؟ قلت لها اني عايزه اقابلها؟ الحقيقه ما جاتش فرصه يا حبيبتي، النهارده طول النهار بره البيت، وامبارح لما سبتك لقيتها نايمه، ادي سبب يا روحي. بصراحه كده يا حسني، يا اما ننهي الموضوع ده بسرعه يا اما نفترق، انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده. طبعا طبعا يا روحي، عندك حق. اتصل بيكي بكره. مع السلامه. يا مراتي منين دي؟ مع السلامة يا دكتور. أنا نسيت القلم بتاعي. ازاي اقدر اعيش من غيرك؟ ميرسي. الله، ايه الفستان ده؟ الفستان ده شيك قوي. الله، انت غيرت تسريحه شعرك؟ ضيق عليك قوي. وريني، خليكي دايما كده. يا خبر، دي غيرت شكل عينيك. وريني عينيكي، بقى فيها حاجة كده غريبة خالص. طمطم، ايه رأيك نتعشى سوا الليلة؟ أصل أختي هتفوت عليا وهروح سينما. عشان كده متشيكة. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا بكرة. باي باي. تعالي يا حلوة معايا نفرح نسهر.
خنايا قال لي تعالي يا حلوة معايا نفرح نسهر ده انت هنايا وقال لي ايه قال لي ده نورك شمس حياتي قال لي مليكي كل حياتي قال لي ده نورك شمس حياتي قال لي مليكي كل حياتي قال لي كلام احلى كلام من بعد ما قالوا ما حلال قال لي كلام احلى كلام من بعد ما قالوا ما حلال قال لي كلام احلى كلام من بعد ما قالوا ما حلال قال لي كلام حمام حلو قوي وجودك قولي لي يا فاطمه عمرك ما حبيتي ابدا لا ليه اصل الحب ده قله ادب ايه لا مش قصدي اهالينا علمونا انه كده يعني علمونا اما ما علموناش يعني علمونا قاموا ما علموناش اصلا انا ما اعرفش اتكلم في الحاجات دي ما كنت خليت البطل يمسك بنفسه اللقطه بدل الدبلير الزفت ده يا بني ادم انا عايزك تغرقه غرق طبيعي غرق واقعي غرقه يا استاذ اخلص ولا كلمه سيبنا شو شغلي نورت كده كده اكتم نفسه فتصه شربوا ما يتبحط كلها بقول يا فرما انا قصدك في الموضوع كده ومتاكد انك مش هتخيبي يا ملك ايه تبالي كوني مراتي لمده ساعه واحده بس ايه اللي انت بتقوله ده طب ما تسعيش خليها نص ساعه بس نص ساعه دكتور انا بحترمك وعلشان كده مش هرد عليك الرد المناسب واعتبرني مستقيلة الله انا اسف فاطمه عندك حق انا غبي اقعد يا فاطمه اقعد عندك حق تفهمي غلط عندك حق طب عايز غرق طبيعي غرق واقعي اول وانا ايه دخلي بده كله عايزك تقابليها على انك مراتي فهميها ان انا وانت متفاهمين على الطلاق طلاق ايوه بس انا مش مراتي ما انا عارف يعني عايزني اجري ارجوك متاسفه ما اقدرش يا فاطمه احب اقولك انه اللي بيكذب والعياذ بالله اي نعم بيروح النار لكن في الحاله اللي احنا فيها مؤكد هتكسب سواد بالكذب ايه ده؟ طبعا يا فاطمة لانك هتنقذي انسان من الموت قصدك يعني هتنتحر تاني؟ لا انا اللي هنتحر ايه؟ لو ما اتجوزتش داليا تبقى دي نهاية العالم بالنسبة لي للدرجة دي؟ الحب ملوش دواء مصيبته انه ملوش دواء على العموم يا فاطمة انا متشكر جدا انا تعبت معايا في المايه ايوه تفوق على طول
بس تغطس دماغك فيها شويه في الميه. اي اغطس دماغي. ايوه ويا ريت تسيبها دقيقه ولا دقيقتين في الميه. ايوه سامح في الميه. امال هتغطسها فين؟ ايه ده؟ تصبح على خير. باين عليك هبله. ارجوك ما تمثليش الدور ده واجب بس. شويه اندماج. ها اندماج. خد البسه دي. اهلا اهلا اتفضل. مراتي بطه. اهلا وسهلا. داليا. اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا. شعر لطيف قوي مش كده يا بطه؟ فعلا شقة لطيفة قوي بوجودك يا فندم. هتعملي ايه يا داليا؟ الشاي. قبل الشاي بقى استأذن انا. ليه يا دكتور؟ ليه يا حسني؟ عشان تاخدوا راحتكم ثم بديكي فرصة تقولي رأيك فيا بصراحة. عكم انت لسانك طويل. ايه ده يا حسني؟ ايه ده يا دكتور؟ معلش يا بطل انا تحورت. حقك عليا. بطل بطيتي. قلنا بطل بطيتي. بطل حقك عليا يا حبيبي. حقك عليا. خدي خدي كابوس. خدي خدي كابوس. خدي كابوس يا بطل. خلي خلي كابوس وقول لي خلاص. اديله خدك بقى. استاذن انا بقى. اهلا حسني بيه. اهلا. سامح بيه ده انا؟ طبعا هو في سامح بيه غيرك؟ النجم السينمائي اللامع. يا عم احنا غلابه خدنا جنبك. يا راجل بلاش تواضع. سلامتك. ايه ده؟ ده شغل ضريبه المجد. قول يا سموح. ده انا؟ طبعا سموح. عايز اعرف منك بالظبط منين شفت داليا وشميت ريحه الجاز ليله ما انتحرت. بس كده يا فندم. اتفضل. والله يا مدام بطه انت صعبانه عليا قوي. انا مقطع قلبي للسبحس اللي عندك ده. ميرسي. مالك يا بطه هاني؟ لا ابدا ولا حاجه. الموضوع اللي انا عايزه اكلمك عشان من غير قطع حديثك. انا متشكره قوي انك جيتي تقابليني. في الحقيقه انا جايه علشان اقول لك ان انا وحسني متفقين على الطلاق. صحيح؟ ايوه. مالك يا بطه هاني؟ ها؟ انا حر مش كده؟ تعالي نقعد في البراندة. القعده هناك تجنن. انت شميت الجاز من هنا؟ ايوه. عملت لي الشاي؟ ما لقيتش الشاي. طب اعمل ايه يا بابا؟ ما عنديش سكر. انا بشربها سادة. مفيش بن. طيب تسمح تشتري لي علبة سجاير؟ علبة سجاير؟ انا نجم سينمائي يا بيه. بشتري السجاير بالخرطوشة. اه. طب تسمح تشتري لي خرطوشة؟ ايه
ايه رايك في البراندة؟ مش هنا احسن؟ فعلا هنا احسن. يعني انت مش تقدر الكلام عشاني؟ انا؟ لا ابدا. الحمد لله. ده انا اللي لازم اقول الحمد لله لانك هتخلصيني منه الخاين. انت متاكده انك بتحبيه حسني؟ خايفة أقول لك لا تتضايقي؟ لا زمان كنت بتضايق لكن دلوقتي اتعودت على فصول البرد. يا مشاعل القلب غيرة بجاري ورا الستات الملعون الخايب الهايب. أنا متأكدة إنه ما بيعرفش حد غيري أنا كده؟ أيوه ده أنا ياما شفت معاه عذاب. اللي تدلعه وتقول له سونا واللي تهننه وتقول له أوسني أوسني؟ أيوه بس متهيألي ان حضرتك اللي قلتيله الكلمه دي. قوسني؟ ايوه لما الدور مسك لسانك وقعدتي طول الليل تقولي له قوسني قوسني. دور مسك لساني؟ دور ايه؟ الله الاستباحس ده هو اللي حكيلي. والله ما انا عارفه حكايه الدور ده ايه. مش كان يفهمني؟ يفهمك ايه؟ ها؟ قصدي يعني يفهمني الدور ده بيجي لي ازاي ولا بعمل ايه ولا بقول ايه؟ بلاش احسن السيره دي. طب بس اعرف اخد فكره. خلاص اقول لك بقى وامري لله. يعني لما بيجي لك الدور بتسرحي وتاكلي اي حاجه قدامك. اي حاجه ايه يعني؟ مره مثلا كلتي بوز اللحاف ومره تانية كلتي مشابك الغسيل. انا باكل الحاجات دي؟ ايوه ربنا يشفيك. انا متشكره قوي على شعورك اللطيف ده. صعبان عليا قوي الحاله اللي انت فيها. بس تعال تعال. صعبان عليا قوي. ربنا موجود. ايه اللي جالك دلوقتي؟ الله ممكن اعرف بقى حضرتك بيستغربني ليه؟ لازم ما كانش يضايقك يعني. مين انا؟ ابدا سامح بيه ابدا. شوف بقى يا حسني اذا كنت انت بقى بتشك في داليا وبترقبها من هنا انا بقى ما اسمحلكش. فاهم يا حسني؟ حسني انا بقى ما اسمحلكش يا حسني. اسمع بقى لما اقول لك انا بظبط الامور عشان تبقى ظبط. ظبط الظبط يا بيه. تعرف لو داليا عرفت ان انا كنت هنا اعمل لك كوبايه ليمون يروقك. ليمون يروقك. فصفص عظمك. كوبايه ليمون يروقك. فاهم بقول لك ايه؟ ليمون يروقك. قول. انت ما تتصوريش انا حبيتك قد ايه. ميرسي. وزي كتاكيتك الحلوين. كتاكيتي؟ ولادك ديا وجلال وصلاح. ياما كلمني حسني عنه. وزي صلاح دلوقتي. الكحه احسن؟ ها؟ مش قوي. ازاي؟ ده انا اديت حسني دواء هايل يضيع الكحه في يوم. اديتي له منه؟ لا الحمد لله الكحه عند جلال احسن كتير. ده صلاح اللي عنده الكحه. ما هو صلاح ولا جلال ولا جلال ولا صلاح الاثنين اخوات. على فكره احنا لسه ما اتكلمناش في مشكله الاولاد. انا ما اقدرش انسى ان حسني ابوه. يا دي المصيبه اللي وقعني فيها. مصيبه ايه؟ مش كان ينبهني. ينبهك ازاي؟ يعني ما دام المسألة فيها أولاد، ما يقوليش ليه؟ هو أنا بشم على ظهر إيدي؟ أنا مش فاهمة حاجة. يعني أنا اللي فاهمة؟ قصدي يعني ما دام كان عارف إن الحياة بينا هتكون مستحيلة، بيخلف أولاد ليه؟ ليه؟ وهو كان يعرف منين؟ أنا عارفة بقى، أهو الواحد بيتكلم من غلب. آسفة بيه، مفيش ليمون ولا سكر ولا مية. نبيه. مشي. مشي في 60 داهيه. على العموم انا هتفرغ للاولاد بعد ما اسيب حسني. في الحقيقه انا ما كنتش فاضيه لهم. معظم وقتي كنت بساعد حسني في العياده. عياده؟ غريبه قوي. انا كنت فاهمه ان في واحده كحيتي كده بالساعه. كحيتي؟ يعني ايه؟ يعني بنت عانس كده بتحبه وبتموت فيه. هو قال لك كده؟ ده اللي فهمته من طريق كلامه عليها. ده ساعات بيسميها فاطمه فندي وساعات يسميها شويش فاطمه. لا لا
وساعات يسميها أبلة كشر، أصل وشها كشر ودايما مقلدمة. معلش أصله هالفوق. المساعدة بتاعته مش زي ما انت فاهمة، دي بنت لطيفة قوي. يبقى ضروري كنت بتغيري منها. بالعكس، دي بنت كويسة قوي وعمرها ما كانت لعبية ولا فكرت حتى في يوم من الأيام إنها تحب. الحمد لله طمنتيني. أصل حسني متمسك بيها قوي في العيال عشان مصلحته. فعلا أصلها حمار شغل. هو اللي قال كده؟ لا برضه من طريقة كلامه عليها. بس تعرفي إنك شوقتيني أشوفها. دي مش هتطيق تشوف ست بعدي في البيت، وكمان هتسيب العيادة. الزهر الدكتور جه. بتسأل ليه؟ مرات لا أصلا لا مفيش. ما تصدق؟ لا شكرا. الظاهر الدكتور هيتأخر، أستأذن أنا بقى. تسمحيني أسألك سؤال؟ اتفضل. أنت متأكدة إنك خلاص مش بتحبيه؟ حضرتك سكتي ليه؟ طبعا صعب على الست انها تفترق عن جوزها بعد 10 سنين من غير ما يتجرح قلبها ولو جرح خفيف. راجل كنت بعمل له كل حاجته بايدي، زرار قميصه المقطوع ومشات بدله كنت بشتريها له، مناديله وشرباته. ما كانش ناقص غير اني اروح للحلاق احلق دقني بداله. على فكره اوعي تنسي سندوتشات الكفته. كفته؟ ايوه اصله بيحبها قوي، بتبقي تديها له وقت راحته. كنت بعملها له بايدي. خلي بالك مني، حسني طفل كبير لكن قلبه طيب. على الأقل كنت فهمته. أوي، الحقيقة دكتور حسني مراتك ست سكرة. أنا مش قلت لك؟ يعني مانيش زي الشاويش فاطمة ولا أبلة كشر. ما تتفضلوا جوه شوية. معلش يا دوب بقى. فرصة سعيدة. ضروري هنشوف بعض تاني. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. قدامك يومين تدور فيهم على حد غيري. كمان الجايين تقولي الكلام ده؟ ده بدل ما تشكرني. على إيه؟ على خيبة؟ أنا كنت واقف على الباب وسمعت التلبيك اللي لبختيه. والله كان لازم تفهمني إن أنا عندي استفحس. بلاش جهل، اسمه استبحس. جهل؟ يا سلام، في حاجة في الدنيا اسمها استبحس؟ أنتش فاهمك في الطب. ثم ده مش الموضوع. لا ده الموضوع. إزاي تخليني قدامها واحدة من بتوع السرايا الصفرا باكل بوز اللحاف ومشبك الغسيل، وقال إيه؟ بصرخ طول الليل وأقول أوسني يا أوسني. أيوه، جينا لحكاية أوسني. اسمحي تقولي لي إيه اللي سحبك من لساني عشان تحكي لها حكايه اسني؟ اسني هي اللي بدت. ما تكذبيش، انا موتي وسمي كدب. والنبي ايه؟ انا كدبي لها كدب شريف، كدب هادف. هادف؟ ايوه، هدفه جواز. ممكن نبطل مناقشه؟ هتوصلني البيت ولا اخد تاكسي؟ اتفضلي. هي قالت لك كده؟ قمصان وشربات وخلي بالك منه وكفته؟ ايوه. يبقى لسه بتحبه. ده رايي كنجم سينما كبير فاهم الدنيا كويس. انا برضه قلت كده. بطه كانت متاثره قوي وهي بتقول الكلام ده. يبقى اضربها زومبا. ازاي؟ خليها تجيلي غصب عنها. زومبا كفته. انا لسه فاطمه. افندم فاضي خويي معاك بكره الساعه 6:30 عشان جاي اطلع درس. تاني؟ اه تاني. يا استاذ حمدي عقل، ده انت سنك سليمه. انا سنة مش سليمه. انا هطلع سنه سنه ودرس درس عشان خاطر عيونك انت. انا لسه فاطمه. افندم نفسي اسالك سؤال، سؤال ساذج بسيط. اتفضل. انا الحقيقه كنت ماشي في الشارع انا واختي وبعدين شفناكي، واختي عجبت جدا بشعرك وبتسريحه شعرك ونفسها تعرف انت بتسرح شعرك فين. انا بسرح شعري بنفسي. بنفسك؟ يا ريت تقابليني انا واختي الساعه 10:30 بالليل. اتفضل يا استاذ. عشان نعرف بتسرحي شعرك فين.
وراك لحد ما ركب طقم. ايه جرى ايه؟ في حاجة؟ اللي بعده. مفيش حد خلاص، حمدي كان آخر واحد. أنت مش تيجي تقولي لي؟ ولا بتعتبريني هايف وهلفوت زي ما قلت لداليا؟ أنا ما قلتش هايف، أنا قلت تافه. وهايف وهلفوت. أنا قلت تافه. وهايف وهلفوت. ايوه بس معاك العيال. انا عايزاه شخصيا. قول له داليا لو سمحت. حاضر يا طب بس كفايه بقى. مش كفايه، انا كنت عايز اقولها مش عايز اقولها لك. اسمعي بقى، واحده بره عاوزه حضرتك اسمها الست داليا. داليا يا موفل. طب انا اسف، حقك عليا حقك عليا حقك عليا. انا متاسف خالص. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. طب مع السلامه. خليك زي ما انت لغايه ما اشوف لك طريقه. مع السلامه، ربنا يستر. مع السلامه مع السلامه. واحد صاحبي مزنوق. مزنوق؟ مزنوق مزنوق. قول يا حسن. فندم. امال فين البنت كحيتي اللي هنا؟ ايه كحيتي؟ قصدك الممرضه. ما جاتش النهارده. اظن النهارده نكتب الكتاب. لا يا حسن. ايه؟ ليه؟ ليه؟ لا ليه؟ يا حسن انا جاي اقول لك ان مراتك بتحبك وبتضحي علشانك. مراتي؟ بتحبني انا؟ انت جبت الكلام ده منين؟ ما عندكش فكره كانت بتتكلم عنك ازاي؟ اهتمامها بيك، قمصانك، شرباتك، سندوتشات الكفته. يا حسن انا ما اقدرش ابدا ابني ساعتش على تعسيتك. انتي فاهمه غلط غلط غلط، كله غلط غلط غلط. الله، ومالك متنرفز كده ليه؟ عشان اللي انت بتقوليه ده كلام فارغ، كلام فارغ فارغ فارغ. ازاي يا ست هانم تتصوري ان مراتي تحبني انا؟ مراتي بتحب ابن عمها منذ طفولتها. حسني انت بتقول ايه؟ بتحب ابن عمها؟ ايوه منذ طفولتها. انت متاكد؟ ايوه متاكد يا داليا. انا كنت مكسوف احكي لك على الست الخاينه دي. اعمل ايه مضطر اقول كده؟ الست دي اهلها جوزوها لي غصب عنها. ما كنتش اعرف انها بتحب ابن عمها الولد التلفان ده. وبعدين؟ لسه بتحبه لغايه دلوقتي، وهو اتفق معاه على الجواز اول ما طلعها هانا. يا داليا. لو تعرفي انا بقاسي قد ايه يا داليا. لو تعرفي. خلاص يا حسن، ما دام الموضوع في الشغل. مش المزمزيل مش هنا؟ لا مش موجوده في العياده كلها. وانا كنت اف بقول لك مش موجوده، ما جاتش النهارده. ازاي يا دكتور؟ انت شارب حاجه؟ انت عارف انها ما جاتش. يلا مع السلامه. يلا. هي ما جاتش النهارده ليه؟ ما جاتش عشان عندها لوز. كان نفسي اشوف قبل كشر. يا بيه قلت لك ما جاتش، يعني ما جاتش. مع السلامه يا ادم. مصمم ده بيخرف. المهم انا دلوقتي عايزه اشوف مراتك هي وابن عمها. ايه؟ ليه؟ حسني انت مش قلت عليه ان ولد تلفان؟ لازم اتاكد بنفسي اذا كان ناوي يتجوزها ولا لا. تاكدي هيتجوزها. هيتجوزها؟ لا، ده الشرط الوحيد عشان ارضى اتجوزها. ضميرك ايه يا داليا؟ دي زوجه خاينه. ماليش دعوه. لا كده لا بلاش نتجوز. طيب خلاص خلاص. هي وابن عمها خلاص. قول لها وبلغني وتعالى نقضي كلنا يوم في المشتل بتاعي. حاضر يا نادي. حاضر. باي باي. باي باي. لا ابن عمها منين؟ 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 عيطي. اخترت امها انا
جدا. حقك عليا. عاجبك الرميه المهببه دي تحت المكتب؟ غصب عني يا فاطمه، انا متاسف. فرستني، امنتني. فاطمه ارجوك انجديني. نعم. ما انت سمعتي بنفسك، عاوزه تشوفك انت وابن عمك. اسمع، شيل من مخك ان انا هقبل المسخره بتاعتك دي تاني. فاطمه. الله، ما هي المزبازيل فاطمه موجوده اهي. انا قلت لك ما جاتش، يعني ما جاتش. قول انت. فاطمة عشان خاطري فاطمة. متأسفة، مش ناقص الا اجر لي راجل ورايا واقول عليه عشيقي. فاطمة قطعة فاطمة وسنين فاطمة اللي هزقتها على اخر الزمن. عملتني زوجة خاينة قدامهم ورضيت، عملتني مجنونة باكل مشابك الغسيل ورضيت. طب انا من غيرك ما اعرفش اعمل حاجة، ده انا من غيرك الوز. متأسفة، انا سايبة العيادة بعد بكرة. ده انا ما اعرفش اشتري شراب، ما اعرفش اشتري قميص، ده انا من غيرك البس كرافات على اللحم. ده انا خيبة خالص يا فاطمة. كويس انك بتفتكر الحاجات دي. فاطمة أنا يتيم يا فاطمة، أنت أمي وأختي وعمتي وخالتي، أنت كل حاجة ليا في الدنيا. طب افرض إني قبلت، هلاقي مين أجرجره يبقى عشيق؟ بسيطة، جوز أختك. نعم. طيب ما تزعليش، طب دبريني يا فاطمة. والله ما أعرفش بقى. سعيد، ايه رايك في سعيد؟ روحي قطع، ما لقيتش غير البقف ده احسن بقف يلعب دور امير العشاق. عشيته عقربه. طب عشان خاطري مستحيل. يوهو غلبتيني انا برضو اللي غلبتك. مش موافقه على زوجتك، مش موافقه على سعيد، اعمل لك ايه بقى؟ ما تجيب حد. عندي اشمعنى يا حمدي؟ لأنه شاب لطيف. لا 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 لا. ليه؟ ما ينفعش. لا ينفع. سعيد كويس، طوعيني. لا 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 حمدي. خلاص مدام موافق خلاص. جايب لي برضه سعيد. افندم لا ابدا، هي قصدها نقضي يوم سعيد. انا سعيد، انا سعيد جدا. مش هوصيكم، حب وغرام على الاخر. كسر ايدك. اوحي يا اوحي يا اوحي. تحت ظلال الزيزي سنلهو ونلعب. نلعب ايه؟ حب حب حب. شيل راسك اللي زي الدهية دي لحسن، هتكسر كتفي. اوحي يا اوحي، بالرغم من ده كله انا متأكد انك هتحبيني. صحيح تراني حبك برص. ما محبة لا بعد عداوة يا لالي عليا. حسني انا ملاحظة ان هو اللي بيحبها اكتر. لا ده عشان مش واخده راحتها قدامي، وما تنسيش انا لسه جوزها. اه اندهلهم بقى يا سامح عشان نقعد معاه شويه. يلا اوحي عينيا. الهي تدحيلك. لا مؤاخذه الشاي جاهز، اتفضل. شاي يا ابني سخونه تحب على هواه. يلا يا سعيد نروح لهم. قولي الاول يا حبيبتي، بقك انت الاصغر ولا بقي انا؟ معرفش. ما دام ما تعرفيش بقى تعالي نقيس بقك على بقي ورا الشجره. تعالي ان شاء الله تموت. مجوش ليه؟ بيقيسوا بقهم. ايه؟ شدها ورا شجر عشان يحطوا بقه على بقها ويشوفوا بق مين اللي اصغر. ايه ده؟ بيبوسها؟ هو محمول ليه؟ ما تنساش انها لسه مراته. وحياتي بوسها. سيبني لو تعالى تعالى الحقني، شوف المصيبه اللي وقعتني فيها. ايه اللي بتعمله ده؟ الله يخرب بيتك. انت شلتيني انيمك في الدور. فين نيمك بالشكل ده؟ أنا أتبهدل البهدلة دي؟ أنا متأسف. اتفقنا؟ توق. تعالوا نقعد مع داليا. امسكي أعصابك قدامها أرجوك. أنا كان مالي ومال الكلب ده كله. روحي. لكن حضرتك بتحبها من زمان؟ منذ الطفولة. منذ الطفولة. وهتتجوزوا إمتى؟ فورا. فورا.
قول لي يا استاذ سعيد، انت بتحب الاولاد؟ اعوذ بالله ما تلقهمش. دي مساله مهمه جدا بقى. لا لا، هو قصده يعني مش هنخلف، انما هو بيحب ولادي قوي. ولادك؟ هو انت عندك سعيد؟ الاولاد يا سعيد، الاولاد. سعيد كان عايز يقول يعني هو انت عندك شك اني بحب ولادك؟ وانت عندك شك؟ اظن كل حاجه واضحه والحمد لله. يا فاطمه مخلفه، كتم يا اخي كتم. في حاجه يا حسني؟ لا ابدا، كل شيء واضح والحمد لله. ما احنا لا يمكن نتجوز قبل ما اطمن انه هيعامل ولادك معامله كويسه. ايه؟ لا يا حسني، انا حاسه انه ما بيحبش الاولاد عموما. يا سيدي عايز اشوف معاملته لهم شكلها ايه. قوي قوي يا عينيا، بس الولاد مسافرين. يا حسني انت بقالك كام يوم بالزوخ كل ما اطلب منك الطلب ده. فيها ايه لو شفت سعيد قاعد مع ولادك؟ لا 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 لا، خلاص هتشوف الولاد معاه. حاضر، طبعا اتصل بيك الليله. سعيد. وبعدين يا فاطمة؟ برضه مصممة؟ بشكل فظيع. أظن دي بقى ما أقدرش أعمل لك فيها حاجة. أنا عارف. فاطمة، الحيني بولاد أختك. ولاد أختي؟ يا سلام، يا سلام يا فاطمة على الفكرة. راح مني إزاي؟ ثلاثة في سن ولادي، زي ما قلت لها بالظبط. كفاياك بقى، وكفايه اللي جرى لي من تحت راسك واللي شفته من سعيد يومها. بهدلتني بهدلتني. معلش يا فاطمه، انت دموعك غالي عليا قوي. غلبتني. معلش، غصب عني يا حبيبتي، غصب عني غصب عني غصب عني. نقول من الاول هو اللي بتغلط. ده مين؟ بابا حسن. وده مين؟ عمو سعيد. ايه؟ ولد. نقول تاني. ده مين؟ بابا حسن. بابا حسن. بقى ده بابا حسني؟ شوفوا بقى انتوا غلطتوا ازاي. لا انا هسألكوا واحد واحد، واللي هيغلط مش هجيب له البسكليت. حسان، ده مين؟ بابا حسن. هو ده مين؟ عمو سعيد. برافو يا سونا، برافو. سعيد. انا معتمد على الله وعليك. طمن. الرقه والحنيه مع الولاد اندمج الحب الابوي. صباح الخير. صباح الفل. امال فين الاولاد؟ نزلوا يعوم. حبايبي ناديهم احسن، وحشوني قوي. لا 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 لا، اناديهم انا. حسن، حسين، حسان، تعال تعال تعال. الله، انت غيرت اساميهم ولا ايه؟ هما مش زي وصلاح وجلال؟ ايوه ايوه، بس كل واحد له اسمين. حسن دير الدين، وحسين صلاح الدين، وحسان جلال الدين. اهم جم. بابا حسني، بابا حسني، بابا حسني. اهلا باين عليهم زراف قوي. انت بابا حسني مش كده؟ معاك شوكولاته يا راجل. لا يا حبيبي، عمو سعيد هو اللي عنده شوكولاته. عملت لها
ما شفتش كلمه عم سعيد؟ لا يا ابني طبعتي لي قصتي. حد شاف كلمه عم سعيد؟ ابدا ولا شفناها خالص. هو حبيبي الصغنن ده هيقول لي بيني وبينه، تعالى يا حبيبي، تعالى يا روحي تعالى. قول لي وديتي الجزمة فين يا ابن الشياطين؟ أنا ابن الشياطين؟ يا ابني بلاش فضايح، خد خد يا حبيبي خد خد خد. مادام فرحتي لي بقى لعبك لعبة حلوة. إيه؟ شوف إيه؟ أي أي يا ولد يا ولد كده. إيه وضحكت عليه؟ يا ولد كده مناخيري ودني يا ولد شيل شعرك، إيه قلة الأدب دي؟ أنا ليه أدب؟ طب خد. أي أي يا ولد يا ولد يا سعيد يا ولد. يا ابني ما صحش كده عيب. حسان ايه يا ابني؟ ولد اختشي. اي اي ولد اي اي ولاد شياطين لا يمكن يا سامح يستحملهم الا ابوهم وامهم. طب وانت قررتي ايه؟ مش عارفه يا سامح. انت مسميه ولاد اختك دول اولاد؟ جايبه لي قرود معجونين بميه شياطين وتقول عليهم ولاد؟ والله ده اللي موجود. ده ولاد الكابوني ما يعملوش كده. انت بوظت النظام كله. بس حال كده ليه؟ هو انا اللي اتطوعت وجبتهم لك ولا انت اللي قعدت تتحايل عليا؟ ده جزائي. خلاص اسف اسف. اعمل لك ايه اكتر من اللي عملته علشان ارضيك؟ ولعت لك صوابعي ولا فيش فايده؟ قسيت اللي قسيته عشان خاطرك ولا فيش فايده؟ عمرك ما حسيت بيا ولا هتحس بيا. لكن معلش الحق عليا، انا اللي غلطانه، انا اللي غلطانه. اتفضل يا مدام. أنسة فاطمة، أنسة فاطمة. أفندم أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضل. أنا واخد بالك أنا كل مرة بشوف حضرتك بنفس اللبس ده، لكن كل مرة كأنك لابسة لبس جديد، والحقيقة كل مرة بتبقي بام بام خالص. يا ترى أقدر أعرف إيه السر؟ السر؟ أيوه بام. نفسي نفسي أوي نفسي موت نفسي اشوف حضرتك لابسه فستان. يا سلام يا سلام لما هتلبسي فستان كده بتهيألي هتبقي بام بام خالص. ويا ريت يبقى بكره. بكره؟ اه اصل بكره نادي عامل حفله خيريه لصالح يتامى الزمالك ومحتاجين لك لجمع تبرعات، ودول مش يتامى الزمالك بس، دول يتامى الزمالك وجاردن سيتي والانفوشي. مفيش مال. مفيش مال؟ انت بتتكلمي جد؟ ايوه ليه لا؟ حد واخد مني حاجه؟ يا شيخ خليها على الله. نفوتنا فستان. ايه لزوم ويجي معانا سامح في الحفله؟ لقيت نفسيته تعبانه زيي، عزمتك يا ايدي. انت بتكلميني كده ليه يا داليا؟ تعبانه ومش عايزه اروح الحفله دي. بصراحه ولا انا نقعد نسهر سوا، لا سامح ولا حفله. سلام. يلا بينا على الورش. ايوه برضه يلا بينا. يعني نفسيتك احسن دلوقتي؟ الظهر لسه مش قوي. وانت مالك انت؟ حسن عايز حاجه يا سامح؟ نسيت السجاير. اديله سجاره يا حسن. حسن حسن يلحق. ايه راح؟ مش مراتك دي؟ مش ممكن تكون مراتي دي حلوة. أفندم قصدي مراتي مش حلوة كده. مين اللي معاها ده؟ ها؟ اللي ها؟ ده سعيد اللي هيتجوزها هو معاه واحدة تانية. فين؟ أنا
مش فاهمه حاجه ابدا. اصل المعهد زبون عندي في العياده، ما جابليش سيره ابدا. هو مين؟ الزبون، قصدي ما قاليش انه هيخرج مع مراتي. هو لازم ياخد منك تاشيره خروج. هاي، انت كنت عارفه ان حسني جاي؟ سمعته وهو بيعزمها في التليفون. يعني كنت عارفه؟ طبعا. وفيها ايه يعني؟ يا شيخ حد واخد منها حاجه؟ ده انت اتغيرتي خالص، ما بقيتيش فاطمه كشر، بقيتي فاطمه فرفش، فاطمه اضحك، فاطمه بام. ما تفهمني يا حسني الحكايه، سعيد مش معاها ليه؟ حسني هو انا كل ما اكلمك تقول لي ايه؟ مساله بقت تكلمي يا دوك. تصدقيني انها في دور اللي بيحصل دلوقتي؟ طبعا ما حدش هيصدقني. بس انا مش شايف في ايدها الحب بتاكل. لا ما هو ساعات الاستبحس بيجي لها بالرجاله. ازاي؟ كل يوم عايزه تبقى مع راجل شكل. حتى سعيد عارف كده وراضي بيه عشان تعذروني في طلاقها. هو انا باسي شويه. Leave now and tell me you love me. One night, let us live for one night. دموعي يا مدام، نزل فطرش سكر ولا الدنيا سكر، الفرح بالدنيا أكتر. سكر ولا الدنيا سكر، اسهر حب الدنيا أكتر. ليلة واتمتع لك ليلة ليلة، عيش الدنيا جميلة زي السكر. Lovely, how the world is lovely. Leave now and tell me you love me. Lovely, how the world is lovely. Leave now and tell me you love me. One night, let us live for one night. Kiss me and hold me so tight. يا ما ضحينا ويا ما خدنا من كلمة يا ما، إلا لوم وعتب وملامة، إلا غر وعذب وندامة. ليلة حتمتع لي ليلة ليلة، عيش الدنيا جميلة زي السكر. يا أوفي مادمازيل من فضلك. خدي لفها معاها. اخلص انت عصبي كده ليه يا حسن؟ ما تنسيش انها مراتي وشايله اسمي. لازم اوقفها عن الحداد. بالعكس انت لازم تنبسط. انا ست وست تحس بالست. يعني ايه؟ يعني مراتك بتحبك وبتغيظك بالعمايل دي. مراتي بتحبني؟ ايوه، وعايزك تغير عليها. لا 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 لا، ما تقولش لا. بتحبك يعني بتحبك، هي دي عايزه نباها. ما كفايه رقص بقى يا اخي. العب بعيد يا شاطر.
تعالي يا اوحي تعالي. طب احبها شويه صنططه بس. قلت لك العب بعيد يا اوحي. طيب طيب يا حمدي يا ابو نوفل طيب. لا نجم سينمائي ولا ببص سعاد حسني ولا ببص خالص. انا بنضرب بس حته دوبلير على باب الله. مستحيل مستحيل. رد عليا. ايه اللي جابك معاه؟ انا حره. لا مش حره. انا ليا عليك. انت اناني. كل اللي يهمك في الدنيا انسان واحد بس اسمه حسني. حتى انت كمان طلعت كذاب. لكن طيب والله. ولو كله الا الكذب. عمرك ما هتلاقي انسان ما يكذبش. انا مش هيأس. مسير الاقيه. وسعيده. يا ريتك تبطل الكذب. اكيد البنت دي هبله. انت عايز مني ايه؟ ما تكونش صدقت ان مراتك صحيح؟ ايوه مراتي من دلوقتي.